تمام والتاسعة موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. بداية تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 22، والتي انطلقت أمس بمستغانم تحت شعار هدي القرآن الكريم في بعث الطاقات وتفعيلها، بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى إلى جانب الشيوخ والأساتذة الباحثين الأكاديميين. التظاهرة في يومها الأول ميزتها رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي. أشار فيها إلى أن هذا الأسبوع يأتي عشية احتفال الجزائر بذكرى نوفمبر المجيد الذي سجل فيه شعبنا الأبي صفحة خالدة في تاريخه المعاصر، كما تصادف ذكرى ميلاد خير البرية والشعب الجزائري يستعد فيه ليضيف لإنجازاته إنجازا دينيا وعلميا وثقافيا جديدا، وهو جامع الجزائر. رئيس الجمهورية أكد بالمناسبة أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر يهدف إلى ترسيخ القيم الحضارية للجزائر وتحقيق رسالة الشهداء وإرساء دولة العدل والقانون التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل. في الشأن التربوي، يلتحق غدا تلاميذ الطور الابتدائي بمقاعد الدراسة عبر ولاية الوطن للموسم الدراسي 2020-2021، حيث يتسم بالالتزام بالتعليمات ومضمون البروتوكول الصحي الذي من شأنه ضمان السلامة ومخاطر انتشار وباء كوفيد-19. هذا وعشية الدخول المدرسي، يتوافد الأولياء على المحلات التجارية لاقتناء الأدوات المدرسية لأبنائهم، فيما تسهر مصالح الرقابة التجارية على نوعية المعروضات. تحت شعار نوفمبر 54 التحرير، نوفمبر 2020 التغيير، تدرك اليوم الحملة الاستفتائية لموعد الفاتح نوفمبر حول مشروع تعديل الدستور يومها 14. هذا وأجمعت أمس تصريحات الشخصيات المشاركة في الحملة على أن هذه الوثيقة تدعو إلى ترسيخ القيم الحضارية والوطنية للجزائر والدفاع على حقوق المواطنين عن طريق إرساء دولة العدل والقانون وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. يقوم اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حميد محمد بزيارة عمل وتفقد إلى عين تيموشين تدوم يومين، حيث يتضمن برنامج اليوم الأول معاينة أشغال ترميم وتجديد المحطة الحموية المعدنية لحمام بوحجر، فضلا عن الاطلاع على مشاريع سياحية بالولاية وعقد لقاء مع المتعاملين السياحيين. من جهته، يشرع اليوم أيضا وزير الموارد المائية أرزقي براقي بزيارة إلى تسمسيلت، حيث سيعاين ويدشن عددا من المشاريع تخص الربط بشبكة الماء الشروب، كما سيشرف على مراسم التوقيع على اتفاقيات ما بين مؤسسات مصغرة والوحدة الولائية للجزائرية للمياه. إلى تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، حيث سجلت أمس 214 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 54,606 حالات مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 38,215 من بينهم 127 حالة تمثلت أمس للشفاء، فيما سجلت أمس 9 وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 1865 وفاة رحمهم الله. وفي العالم، يواصل فيروس كوفيد-19 تفشيه بالرغم من الإجراءات والتدابير الاحترازية
المتخذة من قبل الدول، حيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة خلال الساعات الماضية عتبة 40 مليون وقرابة 1,200,000 حالة وفاة. سجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الأشد تضررا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الهند والبرازيل. وفي جديد النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ، أكد رئيس الأذربيجاني إلهام عليف أن بلاده مستعدة لوقف العمليات العسكرية في الإقليم، وذلك في حال اتبعت أرمينيا نهجا بناء في عملية التفاوض على حد تعبيره. هذا وسبق وأن أعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة أمس الأول، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها، وتعد الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، أترككم في أمان الله.